الو، البي موجود؟ مين معايا؟ المدام؟ ازاي؟ اذا كنت انا المدام اتجوزني من شهرين، ده اللي هطربها فوق دماغه. انت اتجوزتي من شهرين وكمان في الصيف؟ الله، في ايه؟ اصلك صدقتي اني اتجوزت من شهرين؟ امال ايه الكلام اللي كنت بتقوليه من شويه ده؟ بتسلى في التليفون. يا مصيبتي، بتعكس الناس. لا يا بنتي، ده كده يبقى اسمه خراب بيوت. خراب بيوت؟ اشمعنى انا اللي بيتي يتخرب؟ بلاغ الى كل ضمير، حلقه 5. هذه الفتاه التي اصبحت وحيده بعد ان تركتها امها وسافرت لتريح اعصابها حتى تنتهي عدتها لتتزوج من شاب يصغرها بعشرين عاما. ايه يا بنت اللي عملتيه ده؟ انا حبيتش اكلمك في البيت، جيت لك مكتبك. الراجل ما قدرش يمشي من الرعب اللي انت عملتيه له. بصراحه يا بابا، الصنف اللي زي ده لازم يتعمل فيه كده. ما هو يا اما جاي يتجوز يا اما جاي يهرج. والظاهر بقى رجاله الايام دي بقوا بيهرجوا كتير. انا اسفه يا بابا، حضرتك عارف قد ايه كرامتي اتجرحت من علوي، والرجال اللي زي علوي صعب قوي يعيشوا في نظافه، والستات اللي زي صعب قوي يعيشوا في وساخه. مستحيل النظافه تعيش مع وساخه. يا مسيد، رد على التليفون. الو، مين اللي بيتكلم؟ شاهد استاذ محمود سعد المقاول. ايوه يا ستي. انا ام سيد الشغاله. ستك فين؟ تعبانه شويه في السرير. انا عايزاك مسافر. موت. الحق استهان، واحدة عايزاك. الو، ايوه انا مراد. كل اللي اقدر اقولهولك يا هنا ان جوزك اتقلبت بيه العربية. البقية في حياتك. مجموعة المقالات اللي كتبتيها في الفترة الأخيرة دي كمان مش عايز تنشرها برضو؟ ما أنا نشرت لك 8 مقالات على مدى الشهرين اللي فاتوا، كل أسبوع مقالة. أمال فيها إيه؟ أنا قدامي دلوقتي عنها 4 مقالات، مش هتخلص؟ لا لسه. لسه قد إيه؟ لازم أعرف. الحكاية لسه ما خلصتش. إيه دي؟ قصة حقيقية؟ شغلاني جدا وتهمني جدا جدا، شكلها كده هيطول. حاسه ان في حاجات كتير قوي هتحصل، ربنا يستر. فاتن؟ ها؟ هي البنت دي صاحبتك؟ اكتر اكتر قوي. وقت سعيد ان شاء الله. محمود، فين علبة السجاير؟ يمكن نسيتيها جوه في الاوضه. ممكن تجيبها لي؟ حاضر. أنا عايزة أطلع من الكار.
ده بيجيب علبة السجاير؟ لقيتها واقعة تحت السرير. You know where my wife is? Spencer, what brings you to our hallowed hall? Answer the question, Harrison, and then she is. You know, you ought to put that girl on a leash. You know, she's gonna come back here. Hey, Bill, wait a second. Congratulations. For what? Oh, your brain transplant. You finally wised up about my son. Harrison, you don't deserve it. Boy, much less this. Why don't you and Margo have one of your own? الو، ايوه انا مين؟ ام طارق؟ خير؟ مالها؟ حاجات زي ايه؟ وانا مش قادره اقول لحضرتك حاجه. تصدقي ان بقالها شهرين بتعاكس ناس في التليفون وتقول لواحده منهم انها متجوزه جوزها وحاجات مد كتير، والنبي ست هاني متعقليه. طيب انا هحاول اخلص الشغل اللي ورايا واجي لها. حاضر يا مطر، مع السلامة. أنا شفت اللي أنت عملته، وعارفة أنت مين، وعملت كده ليه. مين بيتكلم؟ واحدة أنت تعرفها كويس أوي. ألو